معزز حفرات البيت، شو اللي عيشاك؟ احكي ارواح بموت حتى موت كل اللي وقف الطريق. انت سمعت ارواح؟ هلا بدي اشوف اذا كنت سمعت ارواح. لا دخيلك يا ابن عمي، دخيلك انا بحرضك. هلا صرت ابن عمك ولا؟ معناتها انت اللي فت على بيتي بغيابي. شلون تجرأت وفت على بيتي؟ الشيطان يا ابن عمي، الشيطان لعب لي بعقلي، بس الله وكيلك ما لمسته، وحياة الله ما لمسته. حتى سأله. عن مين عم تحكي؟ مين اللي بدي اسأله؟ حرمتك. شو دخل حرمتي بالقصة؟ ما دخلها. ايوه، معناتها انت اللي فت على غرفتي مو شاهير. الله وكيلك شاهير. كمان عم تكذب، شو عرفك انه شاهير؟ انا متأكد انه شاهير. احكي احكي ولا بشهد. أكيد أنا اللي بتدن على بيتك، بس يشهد علي الله أني ما لمست لحرمتك. يا ابن الحرام، وواهي وينه؟ بالصندوق فوق بالغرفة. قوم أنا بعرضك يا عدي، بعرضك يا عدي. قوم. وين الأواهي ده؟ هو بالصندوق. بعد هيك مين الذهبات هدول ولا؟ هدول ذهبات أبو نجيب، فوق الذهبات اللي سرقته من بيتك. يا ابن الحرام، بسيطة، رح جيبك لما هربت. استعجلت على ساعتك يا عقيد، لازم هلأ تموت قبل ما تفوت على بيتك، وقبل ما تحكي اللي صار لحدا من أهل الحارة، وخصص هالكلب شاهير. يا سواد وشي منك يا شاهير، لك طالما أنك بريء من العمل ليش ما حكيت؟ لك ليش؟ والله شهامتك ما شفتها عند رجال بحياتي. الحمد لله لرب العالمين ردك وما متت من هالضربة. الحمد لله اللي كشف الحقيقة بهالليلة الفضيلة. أخ يا ابن عمي، بأي وش بدي أقابلك هلا؟ بتقله لأبو فارس الزلمة اللي عندك اتركه. عديد، في مجال ما تبعتني على المشوار؟ خايف؟ ها؟ لا بس واجعني سني. صبحي، روح لعنده رقد قبل ما يسكر، يلا. عيونك عديد. أي. ابو نعم
جابر بتاخد رجالك بتروح من ناحية بيت أبو عبد ونويلاتي، وين ما شفت أبو أدهم أو ابن عمه بتذبحه. فهمت؟ فهمت. وبتلتقى أنت وجواد ورجاله قدام بيت أبو صفوان الحلاق. صار. قول الله. رجال يلا. وأنتوا يا رجال تروحوا مع جواد وبتلتقوا مع جابر ورجاله قدام بيت أبو صفوان الحلاق. وأنا رايح دوري على بيت أبو أدهم. يلا يا رجال. يلا يا رجال. يا أهل الحارة يا أهل الحارة. العقيد أبو أدهم ينهار. يا أهل الحارة يا أهل الحارة. العقيد أبو أدهم ينهار. سلام قولا من رب الرحيم. يلا يا جماعة يلا يلا يا شباب يلا يا ناس نتال عقيدة بدهم يا ناس نتال عفارم عليك يا جابر انت ورجال الحارة والله بيبطوا وشي ورفعتوا رأسي قدام الناس بس اخ اخ كان مرادي اذبحوا بإيدي أنا هانا وصلنا يا رجال امشوا نطالع أبو قعود والله ما رحت رخيص يا ابو قعود يلا يا رجال لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله شو يا ابو صفوان طمنا ان لله وانا اليه راجعون العمر لكم يا رجال يا حويتك يا عقيد وري يا رجال على حرد الكوم يلا 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 كلنا استهدوا يا رجال استهدوا بالله وطولوا بالكم يمكن الجماعة بدو يطالعوا جنازة أبو قعود أجلوا لبكرة ليش أبو قعود ما؟ من الصباح ليش ما طالعوا لهلا؟ أجلوا الطلعة ليعملوا عملتهم عمي أبو الضاح عمي أبو الضاح هلا شفتهم كانوا ملتمين ومسلحين ونفدوا من قدام بيتنا هيك لك أنا لعيونك يا عقيد يشهد علي ربي دماتك بتاخدهم من شواربي هاتوا سلاح عيونك يا بي عيونك يا أجروا يا جماعة خلونا نفوت مرحوم لبيته لا يا شيخي مرحوم ما بيطلع غير من بيتي لك عقيد لك وين تركت مرحلتك عقيد يا باطل يا عقيد يا ريتوا قتلوني اللي بلا قتلوك والله لا أشرب من دمهم والله والله لا أشرب من دمهم والله يلا يا جماعة يلا خلونا نفوت مرحوم لجوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محيي الرجال بدي أعرف بس مين يلي أخذ بتارنا وغسل عارنا لحتى بوسم وشواربه مين قتله يا جابر؟ احنا ما قتلنا حدا عقيد مو انتو مين لك بلكي جواد ورجاله لك الله محي جواد ورجاله لك عملتو يلي كان بنفسي اعمله من زمان بس قلولي مين يلي قتلو حتى بوسه من شواربه لك شو بكن ساكتين لك ارفعوا راسكن لفوق وصيحوا بأعلى صوتكن وقولوا نحن اللي قتلنا عقيد حارة عياش أخي نحن ما قتلنا أبو أدهم نحن فكرنا أنتم اللي قتلتوه ما قتلتوه؟ لك مين قتلوا؟ يعني ما صار إلا وقتلتوه؟ ما يجينا من العوائب واختار نحن ما قتلنا حدا جابر! لا يا مختار نحن اللي قتلناه مين بدي يكون قتله يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل يلا يا جماعة المرحوم صار جاهز خلينا نروح لندفن يلا إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصبح كان ماشي على إجريه وعين الله حوله. سمونا الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. الله يرحمك. الله يرحمك يا أبو أدهم. يجعل مسواك جنة. لكل أجر كتاب. سبحان الحي الذي لا يموت. اسمعوا يا رجال، روحوا جيبوا التابوت لهون. إذا كانوا هن أبضايات وسكرتاوية يجوا ياخدوا تابوت أخوهم. يلا هيكون هون. هدي مختار، اترجاك يا مختار. هذا الحكي بيناتنا يا فتحي. موجه عليك الله ومحمد رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على الحبيب. شو بدك؟ كرمال خاطري يا مختار، كرمال العشرة اللي بيني وبينك، كرمال الخبز والملح. وموجه عليك الله ومحمد رسول الله وكل الأولياء الصالحين. لا إله إلا الله، اللي من الآخر شو بدك؟ خلينا ندفن المرحوم ونواري ترابه. هالمسكين ما له ذنب. عليم الله ما له ذنب. إكرام الميت دفنه يا مختار. وهذا الرجل ما بيستحق منكم إلا الإكرام. مظبوط. بس إخواته الكلاب هن السبب. يا أبو وضاح، خود مني ولا تصدق. جماعتنا مو هن اللي قتلوا أبو أدهم. شو عم تحكي يا فتحي؟ ولسه الأيام تثبت لك كلامي. مشان كرامتكم وكرامة الميت رح نخليكم تاخدوه، بس إلا ما نلتقى مرة تانية يا مختار. خدوه. يلا يا رجال عياش. يلا تفضلوا. لا تنسى يا مختار إنه نحن في الشهر الفضيل. وحد الله فاز ونجا من وحد الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.